اكثر سؤال كنت انساله وينك، انت وين تغطين يومين ثلاثه؟ الاسبوع الجاي راح انزل فيديو، راح اعلن عنه على حساب لي على السوشيال ميديا، وراح اطلع من المكان اللي انتم تقولون لي وين تغطين. يعني ما راح اقوله، راح تشوفون الصوت وصوره وتقولون صدق كانت تسوي هذا الشغل ومع هذا تسكت وتجي وتسوي ندوات وترد المكان اللي كانت فيه. راح تشوفونه باول فيديو راح نزله صوت وصوره، وراح امشي واقول لكم هذا المكان اللي كان ياخذ وقتي وياخذ اهتمامي وكنت اصلا متواجده فيه قبل لا انزل الانتخابات، والان عدت على ما يقولون الى ادراجي والى المكان الثاني اللي كنت اتمنى، وراح تشوفونه وراح تعرفونه بالتفاصيل. اعرف الحس الصحفي والسبق الصحفي والرغبه بينكم تكونون، راح ينزل والناس كلها راح تشوفه. انا كصحفي كويتي قسم بالله اتشرف، والنعم فيك، اتشرف، انا اتشرف فيكم جدا، اتشرف ما شاء الله عليك تبارك. ولولا الدعم انا بس احب اقول على شغله وانفي، الكثيرين قالوا لي نقص وسائل الاعلام، وسائل الاعلام لم تدعمها. انا من هذا المكان اعلن ان ما في وسائل اعلام سواء بالسوشيال ميديا او وسائل ورقيه او حتى قنوات تلفزيونيه لم تعلن لي ان انت بالذات نسوي لك لقاء مجانا وبدون اي شيء، مجرد اننا بنبرزك، لكني انا قلتها لكم ولا زلت اقولها، حبيت اني اكون على مسافه واحده من الجميع. كان شخصيا قلت لك احنا مستعدين نمسك حملة كل من قال والله اسماء لو اقولها لكم، لو اقول لها لكم شخصيا اتصلت فيني وقالوا قدمي لها الدعم ونتبنى احنا حتى ندوات لها بدون ما تقدم. انا في ناخبات قالوا لي نحط لك حتى مقر انتخابي، قلت يا جماعه انا نازله باسلوب اخر. وسائل الاعلام ما قصرت معي، دعمتني وقفت معي، شجعوني بكل شيء. انا اللي حاولت اني اقف على مسافه واحده اكسب الجميع، بلا نحسب على طرف، انحسبت على طرف راح ادفع ثمن الفاتوره غاليا في البرلمان، راح ادفع املاءات، احنا وصلناك تعالي خذي المواقف، لكن لما انزل مستقله وعلى مسافه واحده من الجميع ولم يقف وراي احد يدعمني باي صفه كانت، ساكون حره بقراري، مستقله بافكاري، ادافع عن ما اؤمن فيه، لا تملى علي فثمن فاتوره ادفعها طوال هذه الفتره. مرت علي كثير من الاشاعات، كلام طلع عني، حتى اسمي من لوحه الاعلانات اللي في الداخليه شالوها، قصوا اسمي وشالوها. هذا في احد المدارس في رومي صباح الناصر قطعه 2 تصويت الرجال، على اساس يقول حق الناس انسحبت، والحمد لله ولا قدمت شكوى ولا شيء، الحمد لله رب العالمين. كان في نفس اليوم اللي قبلها قبل الصمت الانتخابي كان عندي فيديو فدعت كل هذه الاشياء، وهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لكنك تفعل ما تملي عليك ضميرك، ونحن على نياتنا سائرون ودعهم على نياتهم يفعلون. اخت رجال الله يوفقك ان شاء الله. رسالتك بكره مضم طيري انت بصباح الناصر، صلاه صباح الناصر. نعم. اليوم اي انا بس بوجه دعوه للرجال انه يحضرون. هذا دليل استمرارك في الانتخابات القادمه. الكل من يسالني يقول لي ماذا عن الانتخابات القادمه؟ ماذا عنه؟ ما اقول لهم لكل وقت لحديثه، والامر هذا سابق لاوانه، اذا جاءت الانتخابات احنا راح نشوف موقف الناس منا، رغبه الناس. انا من الانسان اللي اشوف تجاوب الشعب، اذا كان في مجال ان ننزل نحاول مره ثانيه ما في مشكله، لكن لحد الان الامر سابق لاوانه، ونتمنى لهذا المجلس على الاقل يكمل 4 سنوات. تعبنا من الانتخابات وحل وكذي، نتمنى لهم خير. سابق في البوديو في دار الانتخابات لابد من اصلاح السلطه التشريعيه. بالضبط. ماذا تعني مودي مطيري في هذا الكلام؟ السلطه التشريعيه شنو الهدف منها؟ هي مراقبه وتشريع. اذا كانت السلطه التشريعيه غير مؤهله للقيام بهذا الدور، فمن غص بالزاد ساغ الماء وغصته، فكيف يفعل من قد غص بالماء؟ اذا انا ما صلحته من لائحتها، صلحته من طريقه الاختيار، صلحته من تعديل النظام الانتخابي، صلحته من اليه التصويت، صلحته من نقطه مهمه جدا احب اقولها الان، علنيه التصويت ما نبيها بس بالرئيس ونائب الرئيس ومكتب الرئيس، نبيها في كل التصويتات. ما في مانع تكون علنيه، انا بعرف الناخب وين يصوت، احيانا يرفع ايده ما تدري وين صوت، في واحد نائب طلع قال انا ما كنت موجود اصلا، حسب صوتي مع التصويت، احنا ما نبي نخون. لكن الخطأ وارد، فبالتالي نتمنى العلنية. الآن إن شاء الله رئاسة جديدة ورئاسة حكومة جديدة، الإصلاح إن شاء الله هو اللي هو قادم بإذن الله، متفائلة فيهم. طبعا ما يفوتني أني أبارك لهم جميعا، أبارك لإخواني اللي وصلوا الأعضاء وأخواتي، أتمنى لهم النجاح، وأبارك للوزراء جميعهم، وأبارك للرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ نواف أحمد النواف، عفوا سمو الشيخ أحمد النواف، على ثقة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد على هذه الثقة الغالية، وإعادة تكليفة مرة بالحكومة، ونتمنى إن شاء الله أن باكر تكون صفحة جديدة تفتح. تفضل. الحين الناس دائما تردد، يعني يقولون يعني في سؤال في الشارع الكويتي، وهو هل
سننتظر يعني ما راح نلتقي جمهور المطيري الا من فتره لفتره في حفل دعوه عشاء او في لقاء دعوه. لا 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 لا, لا, لا طبعا ستتواجد موضي ادلاء برايها في طبعا لازم اكون لازم اكون متواجده وادلي بصوتي وادلي برايي عفوا في الساحل الانتخابي ونكون متواصلين مع كل الاحداث اللي تصير. الناس ما تبي انت طلعتي خلاص اوكي عرفوك الناس, المفروض الحين تتابعين الاحداث علشان يعرفون موقفك في كل موضوع, لما بعدين بترشحين نفسك او تقدمين على شيء يكون الناس عرفوا سجل كامل عندهم. راح يتم بالتواصل, راح يكون عن طريق السوشيال ميديا, راح يكون الحساب قريبا بالسوشيال ميديا بتويتر, راح اطلع بنفسي وراح اعلن عنه فيديو وراح يتم التواصل على كل حدث, راح تلاقي تعليق علي وراح تلاقي راي كتبته وراح تلاقي اسلوبي في الرد على اي موضوع يطرح على الساحه السياسيه.